دكتور أسامة، في ظل العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والأردن يعني والتنسيق المشترك والمواقف الموحدة التي طالما برزت وتشكلت كثيرا في كل المواقف منذ بدأت هذه الحرب في غزة، ينشر هذا المقال بهذه الطريقة في جميع الصحف العربية بالتزامن مع صحف أمريكية وفرنسية وما إلى ذلك. برأيك بعد أن قرأت وتابعت هذا المقال، ما الهدف، ما الرسائل التي يراد أن ترسل من هذا المقال؟ أولاً تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. أولاً هذا المقال هو رسالة واضحة لا تقبل التأويل على خطورة ما وصلت إليه الأوضاع في قطاع غزة، على حجم التضامن الدولي وحجم إدراك الخطر الذي تدركه القاهرة وعمان وباريس لمآلات الأمور في قطاع غزة. هذه الرسالة من زعماء ثلاثة يدركون تماما حقيقة الموقف، لديهم مواقف في هذه الأزمة تجلت بوضوح منذ 7 أكتوبر وحتى الآن. أعتقد أن مصر والأردن على وجه التحديد لديهما رؤية عميقة لخطورة الموقف في قطاع غزة وتداعيات هذه الأزمة على المنطقة برمتها. انضمام فرنسا أيضا أعتقد أنه يمثل دلالة مهمة للغاية، خاصة أن الرئيس الفرنسي في بداية الأزمة كانت له مواقف داعمة بشكل مطلق لإسرائيل، ولكن الآن عندما يشارك الرئيس الفرنسي في كتابة هذا المقال وفي نشره أيضا في صحف فرنسية وصحف حول العالم، أعتقد أنها أيضا رسالة مهمة على التحول الكبير الذي شهده الموقف الفرنسي نتيجة التكلفة الإنسانية الباهظة للحرب في قطاع غزة. الرسائل واضحة شديدة الوضوح، الوقف الفوري للحرب في قطاع غزة، الإنفاذ الفوري للمساعدات والحماية الإنسانية للمواطنين المدنيين، دعم المفاوضات التي تجري برعاية مصرية وقطرية وأمريكية من أجل التوصل إلى تهدئة، التأكيد على مسؤولية إسرائيل في ضمان دخول المساعدات وحماية المدنيين بوصفها سلطة احتلال، الدعوة إلى حل الدولتين بصفتي الضمانة الأساسية للأمن في الشرق الأوسط. أعتقد كلها رسائل مهمة يجب أن تصل إلى الرأي العام العالمي من خلال زعماء لديهم مواقف واضحة، لديهم إجراء أو لديهم إدراك عميق لخطورة الأزمة في قطاع غزة. وأعتقد أن هذا المقال يؤشر إلى التحولات الكبيرة التي يجب أن يتحرك تجاهها الرأي العام العالمي والمؤسسات الدولية من أجل إنهاء الحرب في قطاع غزة.